هنا بقى اخر حاجه بيتكلم، بيقول الباير ده ممكن يحط فيدباك. الفيدباك ريتنج ده يعني بيقيم، عارفين النجوم دي اللي بتظهر تحت المنتج ده، فدي الفيدباك ريتنج دي على الايتم اللي هو بيحبه. يعني الفيدباك ريتنج كونتين ريتنج من 1 ل 10، يعني بيعلم عليها بيدي بناء على عدد النجوم اللي هو عملها درجه من 1 ل 10. اند اور كومنت، سيبك من كومنت دلوقتي، وجنرال افريج ريتنج ازاي اعبر عن الريت بقى، دي حاجات من حاجه مهمه يعني بتسبب في حاجه كتير بالذات في المواقع والموبايل ابلكيشن. ايه هي بقى؟ انا عندي دلوقتي كده ان الباير بيقدر يعمل ريتنج للاكشن ايتم للايتم. اللي بيحصل ان الباير بيعمل اكتر من تقييم ولا تقييم واحد للايتم، هو تقييم واحد للايتم، والايتم بيحصل له كم تقييم الباير؟ كتير جدا بالبايرز. لكن هل الباير ممكن يعمل اكتر من تقييم للاوكشن ايتم؟ لا طبعا، بيعمل مره واحده الايتم الواحد. طب لو غيره يبقى اسمه تعديل، لكن مش هيعمل اكتر من تقييم، هو قيمه بخمسه، ما ينفعش يرجع بقى بخمسه وبسبعه، هو بخمسه غيره غير رايه وخلاه بسبعه، يا بخمسه غير رايه وخلاه بثلاثه كده. ف فيبقى الباير بيقيم ايتمز كتير، والايتم يعني الباير الواحد بيقيم ايتمز كتير، لكن الايتم الواحد بيقيمه برضه بايرز كتير، فتبقى ميني ميني. خلاص الحته اللي كنت بتكلم عنها ما كانتش ليها علاقه بالعلاقه، كنت بتكلم عن حاجه ثانيه. دلوقتي الباير بيقيم ايتمز كتير، طب الايتم الواحد بيقيم بايرز كتير بوضوح جدا. هتبقي نوت معامل ان هو كده تبقى كاتب ال عايزين نعمل تقييم الريتنج، طبعا هناخد رقم الباير مع رقم الايتم عشان يبقى عارفين ان الباير ده بيقيم انه ايتم. الباير يوزر نيم لازم نفرد شويه قديم، ومعاه الايتم عشان اعرف هو بيقيم انه ايتم بالظبط، والتقييم ذات نفسه الريت ذات نفسه، ان الريت دوت رقم، الريتنج ده رقم، ورقم ما يستاهلش الحكايه دي خالص، من 1 ل 10 يعني اخر خانتين. حاجه ثانيه؟ لا اسف مش عايزين حاجه ثانيه خالص. ده كده اللي ظهر. هنقول بقى كده ايه الباير بيعمل اكتر من الريت، نقسم بقى، والاوكشن بيحصل له اكتر من الريت، الايتم اسف بيحصل له اكتر من ايه؟ من الريت. فواحد يقول لي كويس جدا، والحته دي بتاعت الجنرال افريج ريتنج دي هتبقى برضه كالكوليتد، لو انت عايز تعملها النقطه بقى بالاي ار مش مشكله، لان الجنرال افريج ريتنج هشوف الايتم دوت واشوف كل الريت اللي جاي له 10 و20 و30 و40 واجمعهم واقسمهم على عدد الناس اللي عملوا اللي ريتوا، قصدي اسف اللي هم يعني عملوا ريتنج، يبقى ده بالنسبه لي الافريج. خلاص. قال لي بقى هنا حاجه ثانيه، قال لي طب ماشي بس هنا قال لي اند اور كومنت، اند اور كومنت، قال لي ممكن يعمل ريت اللي هو عنده، ممكن يعمل كومنت او ما يعملش كومنت، يعني مع بعض او من غير مع بعض، ممكن يعمل كومنت بس من غير ريت، ممكن يعمل ريت بس من غير كومنت. خلاص لو عايز يفصل ما بينهم كده، كده معناها ان هو الريت الكومنت هيطلع مختلف، الكومنت لازم يطلع بره القصه، كومنت ملوش دعوه بالريتنج، ما ينفعش احطه مع الريتنج، لان لو حط هنا مع الريتنج يبقى الريتنج مرتبطه مع الكومنت، لكن هي اند اور. طب الباير بيعمل كام كومنت على الايتم؟ بيعمل اي كتير. طب الايتم واحد بيعمل عليه كام كومنت؟ كتير، يعني ميني ميني برضه. نفس فكره الريتنج بالظبط، بس فرق واحد اقول لكم عليه. فقمت جيت انا قلت ايه؟ ايتم سميته كده ايتم كومنتس، برضه احط الباير يوزر نيم وده الباير كاركتر على نفس الكلام 30، لازم ايتم انه طيب حاجه بقى بعد كده نحط الريت، نحط بقى الايه الكومنتات، نحط الكومنت ذات نفسه، نحط الكومنت ذات نفسه. طب ادي الكومنت، الكومنت ده طبعا ممكن يكون او في الغالب هنبقى برضه محتاجين ان احنا
نحافظ على الوقت تايم سي تايم هو كومنت تايم عشان اقدر اعمل سورت مثلا مين قلب لمين او كده. ده طبعا هيبقى ديت. طيب حاجه تانية؟ لا خلاص بس الكومنت وايه وتاريخه عشان نبقى عارفين الكومنت ده حصل امتى خلاص. طيب وبكده هذا اللي فيه ده وبكده نقدر نعمل ريليشن شيب ما بين الباير مع الكومنتس والايتم مع الايه الكومنتس. واحد يقول لي بالمره طب قلت كده طبعا هو المثال خلص. واحد طبعا بيقول لي طب قلت كده يبقى اقول لللايكس اللايكس بالمره هتبقى بايتم لايكس هيبقى الباير مين والايتم مين ولا في كومنت ولا في سي تايم ولا في ريد هو خلاص ده مع ده. طالما ده مع ده هيبقى بالنسبه لي يعني علاقه بس كده ميني 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 ما بين الباير وما بين الايتم الاوكشن ايتم بس مفيش اي فيلدز على علاقه ولا اي حاجه خالص علشان ده مجرد طالما اسمي انا اجيب قدام المنتج ده يبقى انا عملت لايك. خلاص كده دي كده كانت بالنسبه لنا ال احنا الامبورتر نسينا نربطه كويس انا افتكرت انا قلت حسيت ان الجنب ده منفصل كده عن القصه ما هو كان ناقص بس اعمل علاقه ما بين الامبورتد ايتمز وما بين الامبورتر. الامبورت ايتم كان السبلاير انه اللي هو المورد احنا خلاص سميناه المستورد فاسميها امبورتر ان او ووصل علاقه ما بينه والامبورتر اللي بيعمل بيورد لي كتير والامبورتد مورده من واحد بس تبقى 1 تو مين. سيف وممكن اكسبورت الكلام ده كصورة نحطها عندنا وسميها اكسبورت اوبن فايل او اوبن فايل. دي كده بالنسبه لنا هذه الرسمه الكامله اللي احنا عملناها مع بعض ان شاء الله ما يكونش فيها اي حاجه منسيه كده ولا كده كله تمام كده. القصه دي خلصت نقدر طبعا ناخد الجداول دي ونطبقها على اي داتابيز من الداتابيز بتاعتنا العاديه مبقاش فيه مشكله. وبرضه يا ريت ترسموها لي بشكل اي ار.